المسكون الكويت، أيها المواطنون الكويتيون، أيها المقيمون الشرفاء، القوات العراقية تغزو دولة الكويت، فهبوا لنجدتها، الكويت تناديكم، تستنجد بكم. وهنا متحف كي لا ننسى في بيت الكويت للأعمال الوطنية، متحف يشمل عدة قاعات توضح تفاصيل الغزو العراقي الغاشم وبطولات الشعب الكويتي من خلال المجسمات والخرائط والوثائق التاريخية. السكشن الأول أو القاعة الأولى تتكلم عن تاريخ الكويت وعن الأسرة الحاكمة، ثم ننتقل إلى دخول 2/8 كيف دخل القضاء الكويت يوم الخميس، كذلك في المقاومة، طلع الشعب الكويتي في أول أيام القزو قاوم مقاومة شديدة وباسلة، ثم الاعتقالات. سكشن يمثل فرحة الكويت، يعني كلنا نعرف يوم تحرير الكويت، ويعني من لم يعش هذا اليوم كان يوم رائع، وكان يوم يعني اختلطت فيه الدموع والبهجة في نفس الوقت، لأنه إحنا قعدنا 7 شهور من الألم، 7 شهور من المعاناة. البانوراما المرسومة هي لوحة جدارية تروي قصة الغزو العراقي الغاشم وقصة الغزو العراقي الغاشم والمعاناة وقصة التحرير بصور تتحدث هي عن نفسها. هذه البانوراما الحقيقة المرسومة هي عبارة عن يعني ستوري بتروي قصة الاحتلال ومعاناة الكويتيون من ظلم ومن بطش في 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 خلال مرسومة مطوية طويلة تروي كل هذا التاريخ، يعني بالجانب الآخر دور المرأة وما قامت في المرأة الكويتية من تضحيات ومن استشهاد. بيت الكويت للأعمال الوطنية يروي قصص الغزو الغاشم التي ستظل منقوشة في ذاكرة التاريخ لتكون شاهدا على مدى الجرائم الوحشية